السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين أزول، مرحبا بكم. سنة هجرية جديدة مباركة لكم جميعا باليمن والخير والبركة. إن لله وإنا إليه راجعون. 34 شخصا لقوا حتفهم، ربي يرحمهم ويوسع عليهم ويرزق أهلهم الصبر والسلوان في حادث مؤلم في تمن راست في الطريق الوطني رقم 1 بعد حادثة تلاطم حافلة وسيارة. أعقب هذا الحادث حريق 34 شخص ماتوا حرقا في هذا الحادث، ربي يرحمهم، والعشرات مازالوا مصابين. سوف نتحدث لماذا أصبحت طرقنا تخيف إلى هذا الحد. الجزائر ثانية عربيا بـ40 قتيلا كل أسبوع، لماذا؟ ما هي الأسباب وما هي أطر العلاج للخروج من هذه الأزمة الخانقة التي تعيشها بلادنا بطرقاتها المظلمة ليلا ونهارا؟ مرحبا بكم، أنتم على قناة 22. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين للحديث عن هذا الخبر المؤلم وعن حالة الطرقات في بلادنا وعن تهور الآلاف من سائقي السيارات والعربات بكل أحجامها في بلادنا. سعيد بتواجد الأستاذ شريف خدام من جمعية حماية المرور بالجزائر. أهلا وسهلا بك أستاذ خدام. الجزائر ثانية عربيا بـ40 قتيلا كل أسبوع، ما هي أهم الأسباب حسب رأيك التي جعلت من بلادنا في هذا الرقم المشؤوم؟ ولماذا يموت الجزائري ليلا نهار في هذه الطرقات التي يقال عنها أنها آمنة ومتطورة؟ أولا بادئا ببدء أشكر قناة كانال 24 على هذه الاستضافة. مرحبا. ثانيا ترحم على أرواح ضحايا حاوية المرور، آفة الجزائر كل يوم كل شهر كل سنة منذ تقريبا 40 سنة. الجزائر تعتبر من الدول الأكثر عرضة إلى حاوية المرور على المستوى العالمي، من بين الدول الأكثر عرضة عربيا وإفريقيا، وبالتالي الجزائر آفة حاوية المرور في الجزائر هي آفة اجتماعية، آفة اقتصادية، وآفة كبرى تنخر بالمجتمع الجزائري، بالاقتصاد الجزائري، وبثروة الجزائريين من أرواحهم وأموالهم. وبالتالي نقول أن إشكالية حوادث المرور هي إشكالية عالمية، وكذلك هي آفة اجتماعية وطنية، وبالتالي يجب الأخذ والاعتبار بهذه الظاهرة واعتبارها آفة اجتماعية، ونولي لها أهمية كبرى، وبالتالي يجب نعطي لها أهمية قصوى، حيث أن الجزائريين يسقطون كل يوم في طرقاتنا وفي مدننا وفي أحيائنا وشوارعنا وأمام مدارسنا و في كل ربوع الوطن. وبالتالي نقول أن إشكالية حوادث المرور هي إشكالية معقدة، لكن ليست صعبة، لأن نقول أن لا بروبليماتيك دي زاكسيون دو لا روت اي تا بروبليم كومبلكس مي ني با كومبليكي. بوركوا؟ باسكو إلي سي فري كومبلكس باسكو إلي ليي أ تروا غران فاكتور ماجور كي سون لي بيليي دو لا سيكوريتي روتيير. لو بروميي بيليي كي إي لو فاكتور دو لانفيرونمون، c'est-à-dire l'aménagement extérieur. Le deuxième facteur lié au facteur lié à l'automobile, tout ce qui est engin, voiture, camion, bus, tous les engins qui roulent sur les routes. Et le troisième facteur lié, bien sûr, au facteur humain, qui est le facteur humain qui est, bien sûr, le conducteur et le piéton, mais aussi le troisième élément de cette problématique du facteur humain, c'est le facteur humain responsable au niveau des collectivités, au niveau des directions, au niveau des wilayas, au niveau des gouvernements et au niveau du pays, bien sûr, qui doivent vraiment prendre au sérieux cette problématique et décréter la sécurité routière. Nous, en tant qu'association de prévention routière de la wilaya Tizouzou, dénommée les Amis de la Route, nous avons presque depuis la création de l'association, le 1er juin 2005, nous sommes 18 ans, sur le terrain de la prévention et de la sécurité routière. Nous avons, depuis la création,
Nous avons appelé à, bien sûr, à prendre très au sérieux le problème des accidents, car c'est un problème de santé publique. Et bien sûr, et pour cela, il devrait y avoir un engagement politique, une volonté politique et bien sûr, une stratégie nationale de développement de la problématique, mettre les moyens humains, mettre les moyens financiers pour pouvoir essayer de réduire cette hécatombe et être parmi les bons élèves de la sécurité routière dans le monde entier. شكرا أستاذ خدام. ينضم إلينا أعزائي المشاهدين الأستاذ عبد الله الرافعي. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله، شكرا لتواجدك معنا مرة أخرى. عندما نستمع لأستاذ شريف يقول باللي ولات آفة اجتماعية قضية أن الإنسان أصبحت عنده قاطرة وأداة باش يتواصل بها ويتنقل بها، الجزائر راهي رقم 2 في هذا القائمة المشؤومة تاع البلدان العربية اللي يموتوا فيها الناس، حوالي 40 أكثر من 40 شخص يموتون كل أسبوع في بلادنا، هذا أمر رقم رهيب لا نراه في الدول المتقدمة اللي عندها أن بارك أوتوموبيل أكبر بكثير من حجم المركبات والعربات الموجودة في بلادنا. الوزير عندما يتحدث عن هذه المأساة يقول باللي الجزائر كبيرة وقارة والأهم السبب هو أن الناس اللي يسوقوا هذه العربات وهذه الحافلات يرقدوا في الليل وتسرى هذه الحوادث. عندما تنظر إلى هذه الحادثة الأليمة، 34 شخص ماتوا البارح في تمن راست، حسب رأيك هل السبب كما يقول المسؤولون دائما يعود بالدرجة الأولى إلى تهور السائقين أم إلى أمور أخرى من بينها حالة الطرقات، حالة العربات في بلادنا وخاصة الإنارة المنعدمة في هذه الطرقات؟ تفضل أستاذ عبد الله. السلام عليكم، تحياتي لك ولمشاهديك الكرام. أولا أغتنم هذه الفرصة لأترحم على الضحايا الذين لقوا حتفهم، ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين وأن ينزل الله سكينته على قلوب المكلومين من عائلات الضحايا. ثانيا بودي تنويه بسيط إلى أنه الجزائر لا تعاني فحسب من هذه المشاكل أو المعضلات الغير إرادية، بل هناك مشاكل ومعضلات أهم وعلى رأسها الفلتان الأمني. أنا أحدثكم الآن واليوم صباحا في حوالي الساعة 10 الو الله استاذ عبد الله، قلت لك اليوم صباحا في حدود الساعه 10 تعرض الاخ محمد حمالي احد الحراكيين الشرفاء الى محاوله تصفيه، تعرض الى عده طعنات، نسال الله ان يكرمه بالشفاء العاجل. نعود الى سؤالك المحوري، انا اريد ان اسال سؤالا قد يفي بالغرض كجواب لما تفضلت بطرحه من سؤال. اولا، ما هو المجال او اين نجد ان الجزائري لا يهدر دمه او تهدر كرامته في الجزائر؟ في الجزائر ما من مجال، ما من فضاء حيوي، ما من فضاء إنساني، ما من فضاء خدمي إلا يجد الجزائري نفسه أمام خياران لا ثالث لهما، إما أن يهدر دمه أو تهدر كرامته. فنحن الجزائريون الآن نعيش في إطار اللا أمن، حالة الفلتان الأمني في الشوارع، حالة الخطر الداهم في كل مناحي الحياة العامة. في الطريق عندك خطر، يعني أنت مهدد بأن تفقد حياتك ويهدر دمك، في الإدارة أنت يعني مهدد بفقدان كرامتك، في لقمة العيش صعبة جدا. لكن الآن نريد أن نعرف أنه لماذا، لأنه لابد ألا نناقش العرض بل نذهب مباشرة إلى مناقشة المرض. ما تشاهده من حوادث المرور، لسنا هنا يعني من أجل السفسطة ونحمل طرفا ما المسؤولية مباشرة حتى ولو كان طرف رسمي، وإنما لابد أن نحمل المسؤولية للوضع العام، لمن هم الآن
رسموا هذا المشهد الجزائري الكلي بسياسته وثقافته ورياضته، لأن الجزائري اليوم منذ أن يستفيق من فراشه هو يعني على موعد بالنكسات، نكسة تلو الأخرى. هذا لا يعني فقط أن حوادث المرور هي المعضلة الكبيرة، الجمهور الرياضي منذ يومين تلقى نكسة مخزية بهزيمة رئيس الفاف في الانتخابات التي كان يصور للناس أنها مضمونة في الجيب. يعني أصبحنا لا نستطيع أن حتى أن ننافس في هذا على ماذا؟ على منصب رئيس اتحاد شمال إفريقيا. يعني هذا أصبح بالنسبة لنا شيء كبير جدا. بالمقابل المواطن غير آمن على حياته لا في الشوارع، يعني إن نجا من حوادث المرور أو من مقصرة الطريق لن ينجو من سكاكين البلطجية. نحن إلى أين نحن ماضون؟ يا أخي أنتم تقولوا بأن الدولة المحورية أو القوة الضاربة أو كما يسمونها، لأنه أصبحت هذه المصطلحات مقرفة، من فرط ما أصبحت مقرفة أصبحنا يعني نعاف سماعها. مرة القوة الضاربة، ومرة عندنا أفضل منظومة في شمال إفريقيا، منظومة صحية، مرة عندنا منش عارف واش. ها هي الطريق، يعني سيارة بربك تتجاوز الحواجز ثم حواجز مملوءة بعبوات البنزين. هذه قنبلة فتاكة كانت تسير على الطريق، يعني تحتاج فقط إلى مفجر بسيط، قنبلة موقوتة وقد حدث. من دفع الفاتورة الباهظة من دمه هم أبناء الشعب، أبناء الشعب التعيس، أبناء الجنوب الذين تزيد تعاستهم تعاسة أخرى، رغم أنهم يرفصون بأقدامهم يعني الثروة الجزائرية كلها. يعني بالله عليك، إلى اليوم لابد أن نعرف أن هذا التقصير من قبل المسؤولين ومن قبل الدولة ومن قبل الأجهزة الأمنية. لماذا؟ لأن هذا المسؤول وهذا الجهاز الأمني لا يعترف ولا يكترث للمواطن، لأنه يعتقد في قرارة نفسه أن هذا المواطن ليس هو من أوصله إلى السلطة، وليس هو من يعني يتقاضى راتبه من الضرائب التي يدفعها هذا المواطن، لأنه المال هو مال مستباح، وشرعية المنصب تمنح وفقا لأطر وآليات ومقاييس ما أنزل الله بها من سلطان ولا سطرها قانون إداري. فبالتالي هو من يعني من آخر اهتماماته أن يكترث لشأن المواطن، الطريق الذي يوصله بأمان، والإنارة التي تسهل عملية السياقة، وفي الأخير يعني دائما تبريرات سمجة بل وقحة، على غرار ما شاهدنا ضابط الدرك الذي خرج على الناس يقول خلاص انتهت القضية وقفلت. لماذا؟ لأن السائق لقي حتفه عليه رحمة الله، يعني انتهت هكذا تنتهي؟ يعني السائق مات انتهت؟ طيب و34 عائلة التي رزئت في فلذات أكبادها، والمصابين الذين يعني منهم من يعني يصارع الموت الآن بعدما تعرض إلى عملية تفحم، من يرد الحقوق؟ من يرد؟ لكن هنا لما نتكلموا على رد الحقوق لهؤلاء، الأولى بنا أن نتكلم عن رد حقوق الذين زجت رقابهم في التسعينات، 250,000 جزائري. يوم نحل هذه المعضلة وهذا المرض بعدها تصبح كل الأمور تحصيل حاصل ونافلة قول. شكرا أستاذ عبد الله. عودوا إليك أستاذ شريف خدام من فضلك. ربما الأستاذ عبد الله رسم لنا صبورة سوداء قاتمة، لكن هو مش بعيد على الحقيقة وش راه يصير في بلادنا. لماذا عندما يتحدث المسؤول عن هذه الآفة اللي سميتها أنت يا آفة اجتماعية، ومن المفروض هذه وسيلة تنقل ما تقتلش الناس، لماذا المسؤولية دائما نقراها في هذه الإحصائيات التي نجدها في كل المواقع عندما تتعلق الأمور بالمرور في بلادنا؟ يقول لك بلي 98% نتيجة تهور السائقين، 98% السرعة الفائقة، 98% سببها السائق، سبب بشري ديركت. انديركتومون يقول لك من بعد بلي العربة قديمة، لكن عندما ننظر إلى حالة العربة عندها الكنترول تكنيك، منين جا هذا الكنترول تكنيك؟ عندما ننظر الى الطرقات في الشمال، شاك 10 كيلومتر كاين ان بوست تاع الجدرميه، وعلاه ما نجدوهش في الجنوب؟ لماذا نخليو هؤلاء السواق المتهورين يوصلوا لهذيك السرعه الفائقه؟ لماذا ما كانش لي فلاش؟ لماذا ما تنحيش البيرمي ابوان؟
لماذا ما تنحيش رخصة السياقة لهؤلاء المتهورين؟ دونك كل هذه الامور تجعل من المواطن الجزائري يقول باللي ما كانش اراده عند المسؤولين باش يخفوا من هذه الحده، باسكو 40 جزائري يموت كل اسبوع. هذه هي القضيه. انتم في جمعيتكم دائما تتكلمون مع السائق، لكن ما تقولوش للمسؤول باللي الطريقه ما فيهاش الاناره، باللي لوطرود فيها الحفر، باللي السيارات من المفروض ممنوعه تمشي في الطريق. قبل ما سيارة تدي لاكارت غريز في أي دولة غربية تحترم المواطن باش ما يموتش، لازم له كونترول تكنيك، والكونترول تكنيك هذا وكأن السيارة راح تعقب الباك، يلقى زنجيرة في السيارة ما يعطيكش الكونترول تكنيك، زنجيرة فقط، فما بالك في المكبح وفي الدواليب وفي الحالة العامة للسيارة. كل هذه الأمور مهمة بالنسبة للناس، خاصة القرارات الردعية. عندما تمس جيب السائق يولي ما يديرش لافيتاس، لكن حنا كما راك تقول 40 سنه والجزائريين يموتوا ولم يتغير شيئا. الاخ مهدي يعطيك الصحه، نصح برك الامر، قلت بلي ما تقولوش للمسؤولين. حنا جمعيه اصدقاء طارق الولايه تيزوزو، حنا في كل تدخل على المستوى كسوا الاذاعه المؤتمرات التلفزيون ولا توجور، ناكدوا ان العامل البشري ليس السائق والمشاة فقط هم مسؤولون في مسألة قضية السلامة المرورية في الجزائر. توجور نأكدوا بلي إذا كان ركزنا فقط على السائق والمشاة، قلنا بلي لو بيتون اي كونديكتور سو سون لو سول ريسبونسابل دي زاكسيدون لا روتون الجيري، صافي رانا غالطين في النظر تاعنا إلى ايجاد الحلول. وبالتالي نقولوا احنا كجمعيه توجور نقولوها من 2005 نقولوا بليك السائق والمشاة عندهم دور في الاشكاليه، ولكن هناك العامل البشري الاخر اللي هو المسؤول على المستوى المحلي على المستوى الولائي وعلى المستوى الوطني وعلى اعلى هرم السلطه بانه عنده مسؤوليه في الاشكاليه، وبالتالي يجب ان ناخذ بعين الاعتبار هذا العامل البشري انه هو المسؤول في اعداد سياسه وطنيه، في اعداد اراده سياسيه من اجل الحد من هذه الظاهره على عن طريق استراتيجيه وطنيه في المدى القصير المتوسط والبعيد. وبالتالي نقول ان اشكاليه حوادث المرور لحد الان منذ 40 سنه انعدام الإرادة السياسية لهذا لم تتغير هذه الإشكالية، وبالتالي إذا كانت ما كانش إرادة سياسية لا تكون استراتيجية، وإذا لم تكن استراتيجية لا يكون عمل ميداني على المستوى الوطني الجهوي والمحلي من أجل تقليل من هذه الظاهرة. والعامل الأساسي في هذه الإشكالية أن إذا كان ما عندناش كما يقول لك سيستيم كوليك دانفورماسيون، الاحصائيه غير دقيقه من حيث هذه ظاهره حوادث المرور في الجزائر. يجب ان يكون لدينا ان سيستيم دو كوليك دانفورماسيون فيابل دي دوني لي على سيكوريتي روتيان، وهذا لو سيستيم دانفورماسيون يعملوا به البلدان المتقدمه. حنا ما عندناش ان سيستيم اونيفيي وين كل المعلومات تروح الى مركز مختص في جمع المعلومات ودراسة هذه المعلومات وإعداد الأسباب الرئيسية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة على المستوى القصير المتوسط والبعيد من أجل التحديد من هذه الضارة والتقليل منها على كل المستويات. وكذلك نقول مثلا اكزومبل ديبي دي زاني ينوديز كو لا روت ناسيونال نيميرو 1، هذه اللي صار فيها اليوم حادث مرور، لا روت ناسيونال نيميرو 1 اللي تروح من الجزائر العاصمه الى تمن راست، ومن تمن راست الى باماكو حدود مالي. نقول ان يقولون عبر الاحصائيات المقدمه كل سنه ان لا روت ناسيونال نيميرو 11 سي لا روت لا بريموريتيري للماجيري. نهار انا شخصيا نقلت الى الجنوب وشفت الطريق الوطني رقم واحد، قلت مستحيل ما يكونش هذا الطريق هو السبب الرئيسي، لان لماذا هذه الطرقات هي المتسببه
بالدرجه الاولى في وقوع حوادث المرور، لان ليروت دوبل ليسونس. واش معناتها ليروت دوبل ليسونس؟ معناتها طريق اللي تدي وتجيب ويتلاقوا السيارات فاس فاس، هذو طرقات خطيره وخطيره جدا. لماذا منذ سنوات، منذ اعوام، منذ عشريات نقول ان الطرق اللي فيها حوادث المرور كثيره وفيها قتلى كثيره، وهي طرقات تؤدي تجيب وتدي، معناتها يتلاقوا السيارات اذا كان وقع استدام مروري، معناتها الحديد يكون خطير وخطير جدا ويكون فيه موتى. كي شفت انايا الحادث تحت مرة ست، شفت بليك صرف طريق الوطني رقم واحد، وبالتالي اوتوماتيكمون صرا اون كوليزيون فرونتال. واش معناتها كوليزيون فرونتال؟ ما كانش اون سيباراسيون اون بيتون بين لو بيس اللي جا الغردايا وبين لا فواتور اللي كانت رايحه تمرست. معناتها كاين اون كوليزيون فرونتال، كيكون طريق يقدر يتلاقوا زوج سيارات ويتصادموا، هذا خطر كثير على السائقين وعلى المركبات. وبالتالي نحن كجمعيه منذ سنوات ندعو ان هذه الطرقات سي روت كي سو ا دوبل سونس دواف تيتر باني اجامي. حنا ليديال بور نو ا لون تيرم ان طونك اسوسياسيون نو زابلون اسكو شاك ولايه يكون بين ربط بين ولايه وولايه يكونوا دي زوتوروت، ماشي كان دي روت ناسيونال، يكونوا دي زوتوروت. هذا تكون تكلفه كبيره، لكن يقدر يكون مشروع المدى البعيد ولا المتوسط. لكن الطرقات اللي هي اللي تقدر تسيباريها افيك دو فوا الي دو فوا ريتور، هذه ممكن على المدى القصير. معناتها اون بو رياليزي لي بوفوار بيبليك بوف رياليزي دي روت ا دو فوا الي دو فوا ريتور افيك دي سيباراسيون ا دي سيباراسيون اون بيتون. هذه لاحظناها برك، انا لاحظتها هنا في ولايه زوزو في لي زاني 80 لي زاني 70 كاين لا روت ناسيونال اللي تجيب متدميت حتى لياكورين في دون دي زاكس بكري، ما كانتش سيباري، معناتها كانوا السيارات كيصرا حادث اصطدام يكون الكوليزيون كراف يكون فرونتال، معناتها يموتوا بزاف ناس. من نهار داروا عاودوا اميناجيو لا روت ناسيونال نيميرو 12 اللي هي داخله في قطاع تيزوزو، داروا دي سيباراسيون، معناتها داروا دو فوا الي وداروا دو فوا ريتور، معناتها كانت اون سيباراسيون دو طون. نسبة الحوادث اللي كانت كبيرة بزاف نقصت، معناتها حنا اترافير هذا لابيل هذا نقولوا بلي كون كو اون دوا يالي فير دي روت سيباري، معناتها يكونوا دي فوا الي دو فوا ريتور افيك دي سيباراسيون دو طون. هذا على المدى القصير نحن نتمناو بوركوا با يكونوا طرقات دي زوتوروت في السود. وعلاش ما يكونوش دي زوتوروت في السود؟ Parce que pourquoi? Pour nous, on voit bien que l'espace, le continent, l'Algérie est un continent, donc il y a énormément d'espace pour réaliser des voies, des routes, des autoroutes à trois voies, à quatre voies, à six voies, comme les États-Unis. Donc on va diminuer le facteur de risque. Il y a autre, bien sûr, élément, c'est d'aménager des autoroutes avec des aménagements où tu vas aider l'usager conducteur, les roues, les transporteurs, les chauffeurs professionnels, باش كي تنقل من ان بوان ا ان بوان بي، سورتو كي يكون تراجي كبير لازم يلقى دي زيسباس دو روبو باش يرتاح يرقد، اي بوركوا با ياخذ قسط من الراحه اللي هي دو لا نورم ان كار دور بور شاك دو زور دو روت. كاين ثاني الاخ مهدي ان بوان تريز امبورتون سي كو في الترونسبور transport des marchandises. 92% du transport des marchandises en Algérie ramener les routes. وعلاش ما يكونش مشروع على المدى القصير المتوسط والبعيد وين لا مارشانديز تروح من الشمال الى الجنوب، من الشرق الى الغرب عن طريق القطار
القطار ترونسبور دو مارشونديز اترافير لو تران تران مارشونديز، وعلاش ما نروحوش لهذا الحل باش نقصوا هذه النسبه الكبيره تاع لي ترونسبورتور دو مارشونديز، وعلاش ثانيك ما نديروش دي ترونسبور انتيليجون كيما لو تي جي في، نروح من الجزائر العاصمه حتى لتمن راسك، نروح اترافير لو ترونسبور دو تي جي في بلو سيكوريزي كو لي روت. دونك لازم نروحوا الى ايجاد حلول جديده من اجل وضع اوفرمتر تيرم اسيتيكاتوم. اون دوا اجير، اون دوا سونجاجي اترافير اون فولونتي بوليتيك، اون دوا سونجاجي اترافير اون استراتيجي ناسيونال. مالغري كو يا يو اون 2017 لا كرياسيون دي ديليغاسيون انتر ميستيريال، كاين لا ديليغاسيون انتر ميستيريال دو سيكوريتي روتيير كي ايتي كريي اون en 2017 à travers un texte de loi, mais malheureusement, jusqu'à présent, mais elle ne fait pas aller sur le terrain. Par exemple, il y a un autre problème, les textes de loi, l'état canonique, qu'il y a au moins l'intalqa, par exemple, les waqs muhtarifine, qu'il y a un nas canon, les kharij en 78, les huwa, l'introduction du mouchard, les huwa, le terme scientifique, le chronotachygraphe, معناتها ان سيستيم امباركي داخل لي زونجان دو ترونسبور، داخل لي زونجان دو ترونسبور دو مارشانديز اي دي بيرسون، كاين ان سيستيم كي فا كونترولي لو ديبلاسمون تاع لو شوفور، اي سرا كونترولي بار لونتربريز ايل ميم، سيرفيس دو سيكوريتي تاع لونتربريز ايل ميم شارجي دو ترونسبور، ميز اوسي بار لو سيرفيس دو سيكوريتي لور دان ديبلاسمون دو شوفور بروفيسيونيل. بوركوا با نو با الي par exemple, dans les nouvelles technologies où on doit aménager, par exemple, des systèmes dans les véhicules de transport des chauffeurs professionnels, des systèmes où on va débrider le moteur d'un camion poids lourd, même si au-delà de 80 km à l'heure. ديبريديو لو موتور، نحبسو لو موتور مالغري لو شوفور يبغي يحب يدير لا فيتيس ما يقدرش، يبورا با لو فار باسكو كاين ان سيستيم انتيغري على الانتيريور دي فيكول على الانتيريور دي بوس، و لو شوفور لو بورا با اكسيدي او دولا دو 80 كيلومتر على الور. فوالا كاين ان اوتر بوان، يا ان تكست دو لوا كي ايتي ابروجي او 1987 خرج 1987، هو ادخال ماده الطرب المروريه في الاطوار الابتدائيه والاكماليه والثانويه. من 87 الى يومنا هذا لماذا لم تحظر لي تيكست دابليكاسيون؟ بوركوا لي تيكست دابليكاسيون نون با ايتي ميز اون ابليكاسيون؟ دونك هذا الامر هذا واش يقول؟ يقول بليك اذا كان تيكست دو لوا من السبعينات وتيكست دو لوا من الثمانينات مازال ما طبقش اون 2023، سي كي ان بروبليم دون فولونتي اي دي لابوجمون او نيفو. شكرا استاذ شريف. استاذ عبد الله، ونحن نحضر لهذه الحصه ظاهره خطيره جدا استشفيناها من الحاله المرضيه للمجتمع الجزائري وخاصه الشباب، هي قضيه تعاطي المهلوسات والحبوب المهلوسه والمؤثرات العقليه والمخدرات. فرنسا قررت سحب رخصه السياقه اوتوماتيكمون عندما يكون السائق تحت تأثير المخدرات. في بلادنا الطالب والطالبة والسائق والسائقة والمفتش والمفتشة والشرطي والشرطية أصبحوا يتعاطون هذه المواد الخطيرة التي تجعل من طريقنا خطرا على أولادنا وعائلاتنا. ما هو الحل؟ لماذا تفشت هذه الظاهرة في بلادنا؟ هل كل جزائري أصبح مريض وحب يهرب جسديا وبسيكولوجيا من حياته المرة؟ ولماذا أصبحت الجزائر جحيما على مواطنها؟ أولا سامحني أستاذ غاني قبل أن تغلق القائمة تاع الشرطي والشرطية والطالب والطالبة، يعني وزيد معاهم الوزير والجنرال والغفير وأحيانا الرئيس، هذو كلهم متورطين. إن لم يستهلكها باعها، يعني هي ظاهرة أصبحت الآن من ثوابت الواقع الجزائري. لا أستاذ عبد الله أنا لا أتحدث عن المخدرات، أتحدث عن الحبوب المهلوسة أصبحت متفشية بطريقة رهيبة حتى في المدارس المتوسطة يأخذها أولاد وبنات، وهذا أمر رهيب جدا.
البارح شاب جزائري في عمره 17 سنة تلقى خبر أنه ما ربحش الباك، ضرب فيها حبة وقتل طفل بخنجر، لا حول ولا قوة ما عنده إلا حتى بالله. علاقة معه. لكن لماذا الحبوب المهلوسة أو ما يسمى بالمخدرات الكيميائية بدل المخدرات الطبيعية اللي معروفة كوكايين وزطلة وماريخوانا وغيرها؟ نعم لماذا؟ لأنه أولا المجتمع، أنت تتكلم عن مجتمع فقير فقير، فبالتالي هو يريد أن يهرب من واقعه بأي مادة مخدرة، لا يستطيع بلوغ يعني لا ما يملك من الدراهم المعدودات لا تمكنه من شراء الكوكايين او الماريخوانا. لا، هو وين يروح للعرخص اللي هي مدمره، اللي هي ما يسموه اللي ما يصطلح عليه الجزائريين الصاروخ وليريكا وغيرها، حتى ان لم تكن نتائجها وخيمه عليه انيا، يعني كانت تداعياتها خطيره جدا، تدمير كلي للصحه الجسدية قبل الصحة العقلية. الآن نحن نتحدث عن واقع مرير، وأنا قلت لك هذا الواقع المرير لابد أن نعرف تفاصيله ومسبباته. نحن مع الأسف في كل نقاشاتنا يعني عندما يعني يسوءنا المنظر نناقش يعني المعالم البادية وننسى أن هناك المسببات الخفية الفظيعة. أنت تتكلم مثلا، كنا نتكلم على بمناسبة هذا الفاجعة الأليمة، هذا الحادث تم الراصد، نحن نتكلم الآن عن لابد أن نستحضر المنظومة التي أحدثت هذا الواقع برمتها. هناك طرق يعني بربك تابع معايا هذه المعادلة، طرق مهترئة، إنارة منعدمة، السائق تحصل على رخصة السياقة. أنا لا أتحدث عن السائقين اللي تعرضوا للحادث، أنا أتحدث بالمجمل. نعم السائق يتحصل على رخصة السياقة بطرق ملتوية وبجزء من الفساد العام، ثم حتى الحواجز الأمنية التي تراقب في الطريق يعني تعمل وفق مبدأ كح وفوت، أدفع ما يمكن دفعه وفوت وافعل ما تشاء طالما أنه تمشي حراكي، طالما ان انت ما تقولش تنحى وقع، طالما ان انت لا تطالب بالمدنيه مشي عسكريه، افعل ما تشاء، لانه كل الذنوب في الجزائر تغتفر حتى سب الذات الالهيه، الا انك تتطاول على الساده علية القوم الذين يحكموننا دون اراده منا. فبالتالي هو الان لما يحسبها بطرق تقنيه، لانه هذه واقعنا، هو دفعنا إليه بسياسة ممنهجة، سياسة دولة وليست إهمال دولة، وإنما إرادة دولة للوصول إلى ما نحن فيه الآن. لأنه هو يعني العصابة الحاكمة من صالحها أن يكون عندها 100 مسطول بدل أن يكون عندها 10 أحرار في الشارع، لأنه هذه هي المعادلة بهذا الشكل تحسب. وإلا ما وقفنا على هذا الواقع المر. أنت حضرتك منذ قليل تحدثت عن 40 ضحية أسبوعيا، هل تعلم أن أوكرانيا في عز الحرب العام الماضي في مارس وفي أبريل وفي مايو وفي جوان، في عز الحرب في عز الدك بالطيران الروسي، بلغ معدل القتل الأوكرانيين 30 قتيلا، يعني معدل 30 قتيلا في الشهر. معناها نحن الطرقات تقتل منا أسبوعيا أكثر مما قتله الروس من الأوكرانيين شهريا. شوف الفظاعة. هذا دليل دامغ على أنه أرخص شيء في الجزائر هو دم المواطن الجزائري. نزيدك ملمح آخر ربما يعني نتجاوزه، الدولة التي تريد أن تحرر الفلسطينيين وتسترجع الأقصى وتعادي التطبيع، هل تعلم أنه منذ تأسس الكيان الصهيوني في ماي 47 إلى يوم الذي أحدثك فيه الآن، كم بلغ عدد الضحايا الفلسطينيين الذين لقوا ربهم على يد الصهاينة؟ 130 ألف. هل تعرف أنه أنت يا أستاذي الجزائري أن العصابة التي تحكمك الأوليغارشيا العسكرطارية الإرهابية قتلت من الجزائريين في 7 سنوات من 92 إلى 99 ¼ مليون جزائري، يعني قرابة ضعفي ما قتله الصهاينة في أكثر من 70 سنة؟ أليست هذه الأرقام يعني فظيعة؟ أبعد هذا نفاخر ونقول عن أي مصلحة يتحدثون؟
من يحكموننا هم ألد أعدائنا، من يحكموننا لا يسعدهم أن نكون سعداء. يا راجل حتى كرة القدم الحاجة الوحيدة التي كان ينفس فيها الجزائر كرباته الآن أصبحنا مسخرة بعد إنجاز كأس إفريقيا 19 في مصر. الآن أصبحنا يعني كما يقول المصري ملطشة، واللي جاي يربح ما يعني خرجنا من الدور الأول في كأس إفريقيا ما رفناش المونديال، ومع ذلك السفطة والكومبلوهات وطلع فلان ولا رجع فلان، ويعني وكأنه يعني لو كنا نحضر لتحرير فلسطين ما أخذت منا كل هذه النقاشات والسفسطة. نحن نعيش وضعا مزريا مؤلما، لأن هذه الأرقام التي نتكلم عنها يعني مقتنات، يعني ما يعترضنا من أرقام هو فظيع. 40 جزائري يعني تنهي حياته مقصرة الطرقات أسبوعيا، ماذا تريد أكثر من هذا؟ ثم لا يفوتني أن أعلق على أخي الكريم اللي كان يتكلم وقالك لابد يعني أسرع وأفضل وأأمن وسيلة نقل هي TGV الذي تحدث عنه فخامة الرئيس بوتفليقة من الجنوب إلى الشمال. أنا بالمناسبة أقول لك هو كان وعدنا فخامة الرئيس تبون بأنه سيضع يعني سينجز القطار السريع العاصمة مراس، لكن شغله عن ذلك تحرير الصحراء وتحرير بيت الأقصى الشريف، وسيعدنا إن شاء الله أنه في العهدة الثانية مباشرة بعد أن يفرغ من تحرير الأقصى ورمي الصهاينة في البحر واسترجاع الصحراء الغربية وتنصيب الجمهورية الديمقراطية الشعبية الصحراوية، سينجز لنا إن شاء الله القطار TGV تمرس ألجي إن شاء الله. فلا يعني لا تكترثوا، نحن لابد أن نذهب دروا وبيت للهدف مباشرة. مشكلتنا الحقيقية كمواطنين جزائريين أن هناك عدو تتوفر فيه كل مقومات العدو، هو الذي يحكمنا وهو الذي يتحكم في أقواتنا وهو الذي يسهر على حماية الشوارع أو تناط به مهمة حماية الشوارع. فبالتالي لابد أن نحن لا يمكن أن يعني نخلي مسؤولية السائق أو العامل البشري من ما يحدث من فظاعات أو في ما يحدث من يوميات مقاصل الطريق. هذا يعني حتى نكون يعني صادقين ومتماهين مع الحق ومع أنفسنا، فيه جزء كبير 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 جدا من المسؤوليات يقع على عاتق سائق السيارة والراجلين أيضا، لكن لا يمكن أن نحصر المسؤولية كلها هنا، لأنه فيه طرق مهترئة. تخيل أنت عندك طريق مهترئ والسائق ما يعرفش يسوق وإنارة ما كايناش بالتالي النتيجة واضحة، هاي النتائج، هذه هي النتائج التي نلمسها الآن. فضلا على ذلك، على غرار يعني أنا ربما تكلمت على هذه المعطيات، وإن أردت ضف إليها العامل الذي تفضلت بذكره أنت، وهو عامل التغييب العقلي الذاتي من خلال المهلوسات والمخدرات وغيرها. تخيل أنت الآن هذا هو المشهد الأخير، سائق مخمور وشاري البرمي ما عنده مشيته أو شاريه ما تحصل عليه بطريقة شرعية وهو مخمور أو مسطول على طريق مهترئة، وضف إلى ذلك لا يحترم قانون المرور، فالنتيجة النهائية لا يمكن أن تكون بخلاف هذا. سترهق من دمائنا وستراق دماؤنا مكثارا ومضرارا ما لم نقف وقفة نحافظ بها ونصون بها دماؤنا. ولابد قبل أن نصون دماؤنا أن نصون وطننا، أن نعين ناس في المسؤوليات يكونون منا ويهتمون لآلامنا وأمالنا، وهؤلاء الناس يأتون في إطار سياسة وساحة سياسية طبيعية يتساوى فيها الجميع، وهذا لا يمكن أن يحدث في ظل أوليغارشية عسكرطارية لا تمقت من مخلوقات الله أحدا مثل مقتها وكرهها للشعب الجزائري. شكرا جزيلا أستاذ عبد الله الرافعي، وشكر موصول لشريف خدام عضو جمعية الحماية المرورية. ندعو الله سبحانه وتعالى أن نصل إلى دولة العدالة والقانون التي تحمي المواطن والسائق والمشاة في هذه الطرقات المهترئة، لأنها لن تتغير
ولن يتغير شيء في بلادنا كما قال المتدخلون إذا لم تكن هنالك إرادة سياسية تجعل من كل الطرقات مثل الطرقات الموجودة في محمية كلوب دي بينس. ابقوا على خير في أمان الله.